السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد بنعمتك تتم الصالحات، لك الحمد يا الله حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من أحوال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الجمع الكريم، الحمد لله والشكر له، بل له الحمد وله الشكر على أن من علينا أن نلتقي في بيت من بيوته على مائدة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لننهل منها صافيا، ولنروى منها بعد الظمأ. فنسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وتسمعون، ونسأله أن يجعلنا وإياكم ممن هداهم، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي الكرام، يقول رب الأنام في كتابه العظيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. التكاثر مطلقة، التكاثر في المال، التكاثر في الولد، التكاثر في الجاه، التكاثر فيما يرغب فيه الناس من الشرف والعز. ألهاكم التكاثر. يا الله، لو أن هذه الكلمة من إنسان لإنسان لخاف منها. لو قال لك من تحترمه ومن له في قلبك معزة: يا فلان، شغلتك الدنيا. تخيل لو أن شخصا عزيزا على قلبك زجرك بزجر وقال لك: يا هذا، أيها الغالي، أيها العزيز،
شغلتك الدنيا، ألهاك التكاثر، ألهاك أولادك، ألهتك أموالك، ما لك مشغول تشعر بها، تحس بها، تبدأ تراجع حساباتك. أيها الأحبة، الذي قال لنا هذا هو الله الذي يجب علينا أن نخاف عند قوله، وأن يصيبنا الرعب في القلوب عند أن نسمع مثل هذا من ربنا. كان أحدهم رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين إذا قرأ بعض آيات القرآن العظيم يمرض أياما، قد يصل مرضه إلى حدود الشهر، ويعوده الناس إلى داره، يعودونه لأنه مرض. ما الذي أمرضك؟ ما أمرضه شدة البرد ولا شدة الحر، ولا أمرضه البعوض الأزرق أو الأحمر أو الأصفر أبدا، ولا أمرضه وباء ولا بلاء، ولا أمرضه طحال ولا كلى، ولا أمرضه عين ولا أذن ولا لسان ولا صدر ولا ظهر ولا عمود ولا مفاصل. ما الذي أمرضه مما مرض وصار الناس يعودونه أياما؟ عند أن خاف من آية من آيات الله أصاب قلبه رعب وخوف، عند أن تلا آية من آيات الله. ألا نخاف عند مثل هذه الآية؟ ألهاكم التكاثر، يجعلنا ننتبه وألا ننشغل بأمر التكاثر في هذه الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى، إلى متى؟ حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر إلى أن قبضت أرواحكم، إلى أن وصلتم قبوركم، عندئذ لا مجال للعودة. إذا التهى الإنسان بالتكاثر في أمر هذه الدنيا حتى وصل إلى قبره، ما هناك مجال للتعويض. الله يقول في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، ماذا قال؟ قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى العودة من أجل أن يصلح أمره، لم يقل لعلي أن أفعل وأصنع وأترك وأسوي وأشتغل وأتكاثر وأتفاخر، لا لا، انظر ما هي أمنيات الأموات. أنت تسمع ماذا يتمنى أهل القبور؟ ماذا يريدون؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما هو الجواب؟ الجواب جاء مقدما أيها الأحبة، الجواب من الآن قد حصل في القرآن: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في عودة، ما في عودة، ما في مجال، ما في مجال أبدا. وأخبر الله في آية أخرى
عن الذين كفروا وحالهم وأمنياتهم أن لهم نار جهنم يصطرخون فيها، يصيحون. أن تتخيل أقواما يصيحون وترفع أصواتهم يستنجدون ويستغيثون. تخيل لو أن مجموعة أصيبوا بحادث في ليل مظلم وسكون ناس وهدوء أهل بلد، وفجأة وإذا بصراخ، بصراخ يرتفع. كيف هذا الموقف يفجع القلوب؟ فتخيل وهناك صراخ بداخل جهنم، وهم يصطرخون فيها ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل، أخرجنا نعمل صالحا صالحا غير الذي كنا نعمل، يا رب أخرجنا منها نعمل صالحا. انظر ما هي الأمنية، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هنالك يعترفون أن أعمالهم كانت باطلة غير مقبولة. الذين كفروا مثلا اليهود والنصارى اليوم كم يتبجحون أنهم على الصواب وأن المسلمين على الغلط، ويقولون دين الإسلام ما هو صح. اليهود والنصارى يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم هم أهل الجنة وأن المسلمين هؤلاء أميون وأنهم في النار. شوف يوم القيامة كيف موقفهم، كيف يكون هذا الموقف؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، الذي كنا نعمله غلط. انتبه يا هذا من اليوم أن يأتي يوم تعترف أن عملك غلط، صحح مسارك وعملك من اليوم ليكون مقبولا. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، انظر كيف الجواب، أولم نعمركم، قد أعطيناكم عمرا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أولم نعمركم عمرا كافيا يقدر العاقل أن يتذكر فيه. أعطيناكم عمرا، الواحد يعمر 20 عاما، 25 عاما، 30 عاما، 40، 50، 60، 70، بعضهم 80، بعضهم أكمل القرن 100 عام، بعضهم تجاوز القرن 100 وقليل، بعضهم قد طلع له قرن في رأسه أو في ظهره من طول عمره وقد صار معه قرن. هناك ممن طال عمره طلع له قرن في ظهره في رأسه من طول عمره. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، جاءكم النذير. قال بعض المفسرين النذير 40 عاما، قال بعضهم 60 عاما، قال بعضهم حبة شيب. وجاءكم النذير، فالذي قد رأى في شعره
واحدة بيضاء، كأنه يقول له قرب الموت، دنوت من القبر، قربت الوفاة، والذي بلغ 40 كذلك، والذي بلغ 60، ولا يأمن من كان دون ذلك. فالموت يأتي للكبير والصغير، وقد تقارب الزمان وصار الهلال لابن ليلة يرى ابن ليلتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تصير السنة كالشهر، والشهر كالجمعة أي الأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. وهذا مما نعيشه اليوم، مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. تتفاجأ أن بالأمس جمعة، فما تدري إلا وقد دنت الجمعة. تتفاجأ أن غدا جمعة، عند أن يذهب الناس للسوق في يوم موعدهم ووعدهم في السوق، وكأنه ذهب بالأمس وقد دنا غدا. وهكذا عمر الإنسان قرب، وهو لا يزال يتكاثر في أمر هذه الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، سترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، سترونها علم اليقين وعين اليقين. اليوم المؤمن عنده علم اليقين، غدا ستكون المشاهدة، المؤمن سيرى الجنة والكافر سيرى النار، عين اليقين. انتبه إلى آخر آية: ثم لتسألن. اللام هذه واقعة في جواب قسم، من الذي أقسم؟ الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن يومئذ عن النعيم الذي قد مر بكم. هل شكرتم الله فيما أعطاكم أم كفرتموه؟ فأما الذين كفروا فقد ذهبت طيباتهم في حياتهم الدنيا، وأما المؤمنون فإنهم في الدنيا يبتلون، وقد يموت أحدهم وحاجته في صدره، كما ورد في بعض الآثار أن أحدهم يموت وحاجته في صدره، ما قد شبع من أمر هذه الدنيا ولا نال نهمته من أمر هذه الدنيا. وأما الذين كفروا فقال الله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فما بقي لمن كفر بالله إلا الجمر يوم القيامة، وشجر الزقوم، طعام
والغسلين طعام، وكلما أرادوا أن ينزل الطعام إلى المعدة سقوا بماء حميم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم. وقال ربنا في كتابه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قيح وصديد أهل النار الحار لا يأكله إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم، لا يأكله إلا الخاطئون. طعام من غسلين وقيح وصديد وشوك، وإذا أراد أحدهم أن ينزل هذا الطعام إلى المعدة يعطى ماء، لكن ما شكل هذا الماء؟ ما وصفه؟ ما درجة الثلوج والبرودة في جهنم الحارة؟ سيعطى واحد ماء يابس، سيعطى واحد ثلج، سيعطى قالب ثلج، سيعطى واحد حدى أو شملان ثلج داخل حرارة. اسمع: وسقوا ماء حميما حارا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ماء حار يقطع الأمعاء، ماء حار يقطع الأمعاء. إذن أيها الأحبة، الله بسط علينا من النعم ما لا يعلمها إلا هو، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجب علينا أن نضرب حساب النعم التي نحن فيها قبل أن يأتي يوم السؤال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ما شرب ماء باردا مع قليل من تمر فقال: والله لتسألن يوم القيامة عن هذا. ماء بارد، اليوم يا هذا أنت تشرب الماء البارد صار أمرا عاديا، أنت تشرب اليوم الماء البارد محلى بالعسل والسكر والعرايسي والمانجو والعنب والجواف والليمون والنعناع و جميع أنواع العصائر والحبيبات، عدد الثلاجة في البقالة ألوان وأشكال وأنواع، وبارد وعادي وحار تشرب، والحليب أنواع والحقين أنواع. الرسول يشرب ماء باردا يقول: والله لتسألن عن هذا. كم من نعم قد بسطها الله علينا. نحن نسمع هذه الآية أم لا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قسم قسم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما أكثر النعم علينا أيها الأحبة، ما أكثر النعم علينا أيها الناس. تأمل إلى نعمة الدم،
كل واحد تجري فيه الدورة الدموية دون أن ترى. إذا حصل أبسط جرح إسعاف لجبر الجرح، وإلا مات. الدم هذا يشتغل في الإنسان ليل ونهار، ليل ونهار من رأسه إلى أساسه، والدورة الدموية شغال ما تنقطع ولا تقف. وهذا الدوران للدورة الدموية في الجسم بدون كهرباء وبدون ألواح شمسية وبدون خازن 10,000 20,000 وبدون شحن، يمشي الواحد والدورة الدموية شغالة ليل نهار، برد حر، جوع شبع مرض عافية فقر غنى، والدورة الدموية شغالة. كم من نعم، ما يعرف الإنسان قدر النعمة هذه إلا إذا جرح ثم أسعف، وعند أن يرى الدم يجري. تأمل للقمة العيش وهذه النعمة العظيمة، تأمل لها، ما أعظمها. تأمل ما هي من نعمة الله يسوقها إلى الإنسان، يبدأ وضعها من الفم، تلاك في الفم مع شيء من الريق الذي يسهل نزولها. لو أن معك عيون وآبر وسدود تشغل فيها إلى الفم الماء لانتهت، وربما انقطعت، وربما انفصلت المواصير، وربما ما في مولد، ما في ماطور. وأنت تدخل اللقمة اليابسة في فمك، ادخل خبزة يابسة، لو تأكل في يوم واحد بل في موقف واحد 10 حبات خبز ناشف، ستجدها تمضغ وتجدها سهلة رطبة في الفم وتنزل إلى المعدة، تنزل إلى المعدة، وهناك تلف هضم، هضم بدون طاحون من حين تولد إلى أن تموت، ربما 40 50 60 عام. لو أنه طاحون لاحتجت له إلى صيانة وتغيير، ورميت بالطاحون الأول في أي مكان، قطع غيار أو تبيعه حديد، وأنت معدة شغال من الطفولة إلى أن تموت، ولا تحتاج صيانة ولا إصلاح ولا أبدا. إذا في شوية أميبيا جاردية بالهارسية قليل من الحبوب والثوم، وصلى الله وسلم وأنت في خير وفي عافية وبدون صوت، صامت، تقطع اللحم والخبز والفواكه والخضروات والفتة والشفوت وواوا وبدون صوت. تخيل لو أن كل واحد معدته لها صوت، تخيل بس لو أن كل واحد معدته لها صوت عند الطحن، لن ينام، ولن ينام غيره، ولن تنام زوجته من الأصوات الطاحون، ولن ينام أولاده، الحارة كلها لن تنام، وكل واحد عنده طاحون شغل داخل بطن، صامت، شغل صامت متقن. وبعد ذلك يلا تتحرك عبر الأمعاء وتخرج من مكان خاص، نعمة من الله أنها تخرج من مكان خاص ستره الله، ستر منه جل جلاله، فيه ما فيه من قبح الروائح والمنظر، وجل من ستره، جعله الله في موضع مستور لا تخرج منه الروائح، فتخرج هذه الروائح وأنت محرج من نفسك وما تحب أحد يشم الروائح، وتضيف بعض الروائح الجميلة الحسنة في الحمام لئلا تشم، ستر. وهذا المخرج ما يعود من الفم مرة أخرى. تخيل لو واحد يأكل ويهضم ويحصل بالغلط، غلط المعدة تخطأ ويعود الممر مرة أخرى من الفم، وإذا به يخرج من الفم، تخيل هذه. أما تعلم أن هناك معهم مخارج غير المخرج المعلوم، مخرج من البطن انسدت عليهم بمرض بورم يفتح لهم من عرض البطن، وصار يخرج الفضلة من عرض البطن بمواصير، وأنت مستر بستر الله جل جلاله. تأمل للقمة
تدخل من الفم. لو تأملنا لعلمنا عظيم فضل الله علينا وعظيم حكمته. اللقمة تدخل حسنة الطعم والريح واللون. تفاحة ما أجمل لونها، حمراء خضراء بيضاء، ما أجمل طعمها، ما أجمل رائحتها، تدخل إلى البطن، يؤخذ منها ما احتاجه الجسم. العين تأخذ حاجتها للنظر، والأذن تأخذ حاجتها للسمع، والجهاز التنفسي يأخذ حاجتها للتنفس، والدورة الدموية حاجتها للدوران، والعمود حاجتها للقوة، والمفاصل حاجتها للزوجة، والكبد والكلى والطحال، كل عضو في الجسم يأخذ من حبة تفاحة كل احتياجاته. أنت وأنت جائع وقد اشتد الجوع تشعر بهبوط في الجسم كله، أما العيون ترى غوشة وغربشة، وأما السمع ما عاد تسمع شيء، وأما القيام والقعود صرت في هبوط، وأما التنفس صار بالقوة. مجرد ما تأكل لقيمات وإذا بالعين تشتغل، والأذن يشتغل تشتغل، واللسان يشتغل حتى قد صار واحد ثقيل بالكلام، والرئتين شغالة، والدورة الدموية والمفاصل والركب واليد، وصرت تجري بشوية لقيمات. هذه اللقيمات تدخل بأحسن أوصافها، تأمل فضلاتها بعد أن يمتص الجسم منها محتاج، كيف تخرج بأنتن أوصافها، قد تغير اللون والطعم والريح، وسترك الله بستره. أيها الأحبة، علينا نعم عظيم. هناك من إذا انحبس عنه البول احتاج إلى لازكس، احتاج إلى عملية، احتاج إلى إسعاف. أحدهم قيل له: يا هذا، وهو من الأثرياء، أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء كم ستدفع من مالك؟ قال: أدفع نصفه. قيل له: فإذا انحبست بداخل جسدك كم ستدفع لإخراجها؟ قال: أدفع النصف الثاني. سيدفع ماله كله في شربة تدخل وتخرج. ونحن أيها الأحبة في نعم ليل ونهار، في نعم ليل ونهار، والنعم علينا مبسوطة من فضله. تأمل فقط للهوى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الهوى الهوى، كل واحد يتنفس وفي مكان واحد، وكل واحد يأخذ حاجته من النفس. الجهاز التنفسي ما هو بالسهل، عظيم. عند أن يصاب الإنسان بأمراض الرئتين يحتاج إلى أنواع العلاجة، ومن مستشفى إلى مستشفى، ومن مختص إلى مختص، ومن استشاري إلى استشاري، من أجل علاج الرئتين والتنفس وأنواع البخاخات والأكسجين وكل شيء يحتاجه. وأن تنظر على نعمة فيها، تتنفس وأنت نائم، حتى وأنت نائم تتنفس. إذا جاءتك أزمة برأس الفترة للصدر، تقوم من نومك فزعان وتتصل بالطبيب وإخوانك والجيران من أجل إسعاف لعلبة أكسجين. تأملها، وأنت طول الزمن وأنت تتنفس شهيق وزفير، حتى وأنت نائم، وبدون مولد ولا ماطر ولا كهرب ولا زر فيش ولا طاقة شمسية ولا خازن، شغل جهاز تنفسي يشتغل على مدى 24 ساعة. أيها الأحبة، والله إننا لفي نعمة. هناك من يصاب في ركبته بنقص اللزوجة، فيحصل له احتكاك فلا يقدر يمشي، وإذا جلس بصعوبة، ولا يصلي إلا على الكرسي، ويحتاج من يقوده. وأنت تمشي وتجري، أعلمنا نعمة الله علينا. نعمة الشعر، نعمة الشعر، أنت قد ضقت من شعرك وتعمل له حلاقة وقص في كل فترة، وغيرك يتمنى شعره، وممكن يدفع 5-6 مليون 10 مليون لعملية زراعة الشعر. لو قيل له: يا هذا، لك أموال وأموال، ادفع نصف أموالك في زراعة الشعر، لقال: مستعد، أحصل على شعر زراعي
يكسي ويكسو رأسه، وأنت في خير وفي عافية، الشعر يملأ رأسك ولله الحمد. انظر على مستوى الشعرة، ما هي من نعمة؟ إذن علينا أن ننظر إلى نعم الله، لا نصاب بالعمى عن نعم الله، لأن هناك سؤال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الحركة نعمة. أما تعرف أن هناك من يصاب بحادث كسور أو شص، وعند أن تجبر يداه أو مكان الكسر، علامة العافية والصحة أنه بدأ يحرك إصبعه، تأتي إليه وتزوره وتقول له: يا فلان كيف أنت؟ قال: الحمد لله بخير. تقول له: ما شاء الله. أنت ظن أنه قده يكفز يجري تمارين، وإذا به يفاجئك: ها وكيف تشعر؟ وش إحساسك؟ قال: انظر. يبدأ يحرك، يعني حركة بسيطة، نعمة أنها بدأت إصبعه تتحرك لأنها كانت مكسورة، وبدأ يقول لك: الحمد لله أنا صرت في نعمة، صرت في نعمة. انظر على نعم الإنسان يتقلب فيها. إذن علينا أن نستشعر فضل الله علينا في كل لحظة، في كل طرفة عين، فنحن نتقلب في النعم قبل أن نسأل، ولنجهز الشكر من اليوم قبل أن يأتي يوم يغضب فيه علينا الله يوم القيامة، لأن الله يبسط علينا فضله. سيأتي السؤال. إذن أيها الأحبة، علينا أن نشكر الله، فإن شكرنا الله زادنا من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن حبس النعم بالشكر، وإن فرارها بأن نكفرها. فإذا نحن أدينا فرائض الله وما أوجب علينا الله، وابتعدنا عما حرم الله، وانتهينا عما نهى الله، وراجعنا أمورنا مع الله، وتوبة إلى الله، وتحللنا من المظالم مع خلق الله، فإننا قد شكرنا الله، سيرضى عنا الله. لكن إذا ظل الواحد غافل عن الله، بعيدا عن الله، لربما جاءه الموت فجأة وما قد تاب، سيفاجأ ولا عودة ولا رجعة. إذن أيها الأحبة، نراجع أمورنا مع الله، فإن أصلحنا أمرنا مع الله أصلح أحوالنا، وإن نحن لم نصلح أمورنا مع ربنا لن يصلح لنا أحوالنا. فنسأل الله جل في علياه أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أمورنا، وأن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمارنا. اللهم حرم على النار لحومنا وعظامنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شافيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته. والله الموفق.